تقول: سطرتها بيدي وحبرها دمي وثمنها شرفي وكرامتي، فلقد أصبحت ألعوبة في يد الشباب بل قول الذئاب. تقول: تعرفت عليه في أحد المجمعات وبدأنا نتبادل المكالمات، فأحببته وأحبني، قلت: وهم وأحلام وخزعبالات. تقول: تطورت العلاقة بيننا، كان يقيم مع مجموعة من الشباب وكنت أتصل عليه فيردون علي ويخبرونه أني أريده. مرة من المرات اتصلت ولم يكن موجودا، ورد علي صاحبه، أخذ يستدرجني بالحديث وطلب مني إقامة علاقة معه فرفض، فهددني قائلا إنه سيخبر صاحبه الذي أحبه أنني أتصل عليه من ورائه وأننا نتكلم ساعات، فاستجبت لطلبه فأقمت معه علاقة. قلت: أين الحب الذي تدعيه؟ أين قولها أحبني وأحببته؟ تقول مستطردة في رسالتها: فكان الثاني أكثر شاعرية ورومانسية من صاحبه، ولازلت معه حتى أخرجني من بيتي معه، ولازال يعدني ويمنيني حتى فقدت أعز ما أملك. واستمرت العلاقة بيننا حتى حدث بيني وبينه خصومة على أمر ما، فاتصلت يوما أبحث عنه، فرد علي صاحب له آخر فقال: أعلم أنك قد تخاصمت مع فلان، وأنا سأحاول أن أجمع بينكما للصلح. تقول: فصدقته، وتواعدنا أنا وإياه عند الكلية بعد الظهر. جاء وركبت معه، وبدل أن يأخذني إلى مكان صاحبي توجه بي إلى شاطئ البحر. هناك حيث لا أحد راودني عن نفسي، فلما رفضت قام باغتصابي وهددني إن أنا أخبرت أحدا، ثم ردني إلى مكاني ورماني كما ترمى الكلاب. أخبرت صاحبي بالأمر فأخذ يواسيني ويهدئ من خاطري، وأقسم أنه سينتقم لي ولشرفي، ثم خرجت معه أداوي جراحي. ثم فوجئت بآخر يتصل علي ويقول إن لديه صورا وتسجيل للمكالمات، وإن لم أخرج معه فسينشر صوري ومكالماتي في كل مكان. فخرجت وفعل بي ما فعل، ولا زلت على تلك الحال، ذاك يهددني وذاك يغتصبني، حتى قبضت علينا الهيئة. وليتهم قبضوا علي من أول مرة خرجت، لقد فات الأوان، لقد فقدت وخسرت كل شيء، لقد أصبحت ألعوبة في يد الذئاب، ولطخت عرض أهلي بالخزي والعار. صدق الله حين قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. أليست هذه مآسي وأهات؟ أليست هذه الأخبار تدمي القلب وتدمع العين؟ أعراضنا تنتهك، أعراضنا تنتهك.